مدير هيئة الضرائب راح يفتحون وياه تحقيق بأمر من السيد محمد شاع السوداني على أثر قضية، ربما قضية فساد أو إلى غيرها، بعدنا لم نحصل على المعلومة بشكل أكيد. إذا يوميا لازمين مدير عام ومدير هيئة الضرائب، هذا المؤشر إلى أي من الأخير؟ أي، طالما الوظيفة سياسية، أو طبعا ما يخص هذا الموضوع، طالما الوظيفة سياسية يعني مدير العام حصة، طبعا مو ما أقصد الكل، وتكون الوظيفة هذه ليس تكليف، ليس على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، بالتأكيد صير نفوذ إداري واستغلال النفوذ الإداري، وهذا الفساد. هذا جانب. جانب آخر، احنا بالأساس عندنا خط شروع، هذا خط الشروع عندما تكون هنالك مساءلة وتكون محاسبة، ونريد نريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، حتى نرسخ ثقة المواطن بمنظومة إدارة الحكم. نقول منظومة إدارة الحكم هي السلطات الثلاثة والجهات الرقابية.